السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما باجي أربط أي عنصر في الموديل مع العناصر اللي موجودة في الجدول الزمني، بيبقى عندي اختيارات هنا: install ولا maintain ولا remove. دي ولا temporary، يعني حاجة مؤقتة، مثلا شدة خشبية هتتركب وبعد كده تتشال. فالحاجات دي ممكن اختار منها، بحيث ان انا بيبقى ليها ألوان معينة زي ما احنا شايفين. طب لو انا عايز اتحكم في الالوان ديت وفي شكلها واضيف حاجه جديده، بروح على assign resources واقول له appearance profiles، بيبدا يظهر لي الحاجات الرئيسيه، ولا مثلا ان الانستول هيبقى لونه اخضر، المنتين هيبقى لونه مثلا ليموني، الريموف هيبقى لونه اللون دوت فحلوي. طيب لو انا عايز اضيف، هاجي هنا ادوس رايت كليك واقول له اد، هضيف انا بقى حاجة خاصة، يبقى يوزر بروفايل غير السيستم بروفايل. اقول له مثلا هنا اد، مثلا الاد ديت اقدر اغير اللون بتاعها زي ما انا عايز، والحاجات برضو الخاصة بالسيستم برضو اقدر اغير اللون، اختار اي لون من هنا، ابدأ اختار الوقت اللي هتقعد فيه. مثلا في الهوية بتبدأ تاخد كام لون، وبعد كده لما تنتهي هتاخد كام لون مؤقت. تقدر تتحكم في الالوان ديت، تمام. تقدر تضيف اكتر من واحده وهيظهروا معاك هنا، بحيث ان انت تختار، بحيث ان انت تختاره هيبدا ياخد اللون في الفتره اللي هيظهر فيها ويختفي فيها، تمام. ممكن اجي هنا برضو واقول له كاتنج بلان، واقول له في الاكس ولا الواي ولا الزد، بحيث كان احنا بناخد سيكشن في الثري دي اهو بالشكل دوت، تقدر تلف زي ما انت عايز، بحيث ان انت تشوف سيكشن للمبنى، قطع في المبنى. ولما تنتهي دوس رايت كليك وروح لكاتنج بلانس والغي علامة الصح، بحيث يظهر المبنى كامل.